زميلي في اليوم معروف اعلاميا بالمفتي في سعيد الناصر الجامعه تعرض على المحكمه في اطار تتمه النقاش المتعلق بالطلبات الاوليه ومن خلالها قرر يعني طلب من المحكمه المبقره الوقوف على مجموعه من النقاط اللي كيبان لنا ان من اجل وصول الحقيقه لابد من الاستجابه لها. واللي بالامور اللي تطلب اليوم هو استدعاء مجموعه من الاشخاص او الشخصيات اللي اليوم اما ذكرت او لها علاقه بالملف واللي اليوم الاساس اللي يطلب لها عليه هو ان المولى يثبت انه ما يقول هذا الرجل في هذا الملف سواء في حق سعيد الناصر او في حق الباقي واقصد بالذكر السيد الحاج محمد بن ابراهيم الماري المجلسي اللي مدان اليوم 10 سنوات من اجل التجارب في المخدرات ما يقوله غير صادق فيه وغير صحيح ولا يمكن ان يتقبل عاقل. لذلك اليوم جميع النقاط اللي دلا بها هذا السيد في المحاضر ديالو والاتهامات اللي وزع على الاشخاص طلبنا من المحكمه التدقيق فيها وذلك من استماع شهود اشخاص الذين نقاطهم من بينهم سعيد المصري واللي التمسنا بالاستدعاء اولا مجموعه من الاشخاص لتبرير المبالغ الماليه اللي موجوده في الحساب ديالو واللي تقولوا بان هذه المبالغ تعود لاشخاص ساعدوا في فتره ما من فترات ديال تولي فريق الوداد. طلبنا استدعاء اشخاص اللي عندهم علاقه بالملفات التي ادين بمقتضاها اشخاص اخرين في الملف ديال التجاره الدوليه في المخدرات المتعلق بالكمية ديال 40 طن اللي تجهزات 2015 واللي داروا على الناس 2015 اللي تفاجأ حتى 2023 عاد كيجي واحد السيد وكيعطيني رواية كيقول لي هاد الشيء راه ديال واحد السيد يعني سميتو سعيد الناصري ولهاد الناس سمعت لهم الفرقة الوطنية في ملفات أخرى وصادقة وحددوا المخدرات لمن تعود والأشخاص الذين مولوها والأشخاص الذين أدينوا بمقتضاها. لذلك اليوم كنعاود نقول بأنه حنا في البدايات تنعتقد انه لبينا مزيان وغادي نسالي مزيان تنحاول مع انه مع المحكمه المقرره ان نؤسس هذا الملف يعني منذ بدايته على اسس صحيحه لنصل الى نتائج صحيحه وسليمه واللي لا يمكن ان تكون ان شاء الله الا تبرئه سعيد الناصري من التهم المنسوبه اليه لان الايمان منا وهذا موقفه كنقول لكم في زيارتي لي دائما هذا هو موقفه لا يلتمس ظروف التخفيف ولا يلتمس البراءه ايمانا بالله انه يعني احنا في الملف لا علاقه. الاسبوع المقبل ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 9 مساء. مطالبه ديك الخبره ديال لطيفه رفعت بغيت منها. هو المطالبه بالخبره جات في اطار اننا باش نحددوا الموقع الهاتفي للسي سعيد الناصري والاشخاص الذين ادعي انه كان مجتمعا معهم واللي من بينهم السيده لطيفه رفعت الفنانه ديالنا واشخاص اخرين تحفظ على ذكر اسمائهم في اطار الخصوصيه الشخصيه للاسماء واللي تقال على اساس انه كان معهم. للاسف انه البحث اللي جا قالوا لنا راه سعيد الناصري كان في واحد البلاصه في الرباط ولكن ما قالوش انه مع من كان. لذلك اليوم كان هذا هو النقطه الاساسيه اللي نسيتو.